السلام عليكم، دعوني اشرح لكم طريقة فتح حساب في الويشات. طبعا الحساب يكون صعب في الويشات لاني حاولت عدة مرات وتعبت كثير عشان افتح الحساب فيه. كما تشاهدون عملت رقم الجوال ما زبط، بعدين عملت الفيسبوك بعدين رقم الجوال. كما تشاهدون اذا وصلت هنا الصفحة هذه لازم يكون الجهاز بالانجليزي، طبعا ما ينفع بالعربي. هنا عملت سنوب، بعد ذلك هنا اختار الفيسبوك. اذا اخترت الفيسبوك اذهب للمتصفح واقوم بتسجيل الدخول في الفيسبوك، حسابي في الفيسبوك، بعدين اقوم بتسجيل دخول، اعمل هنا متابع باسم فواز واعطيه صلاحيه الوصول للويشات. كما تشاهدون هنا اعمل له متابعه، بعد ان اعمل له متابعه والسماح في الفيسبوك يجيب لي الصفحه هذه. طبعا هنا اختار الدوله، اول الاسم، هنا الاسم مختار من الفيسبوك، بعدين هنا الدوله اللي انا موجود فيها سعودية عربيه، بعدين ذلك هنا رقم الهاتف. طبعا انا عملت رقم الهاتف في رقم ما جت عليه رساله، وبعد ذلك غيرت رقم ثاني. بعد ذلك الرقم السري، الرقم السري طبعا لازم يكون فيه كابيتال وسمول وستة أرقام، يعني يكون 8 خانات. بعد ذلك نعمل نكست، جينا الاتفاقية ذيك نعمل لها موافقة. هذه هي الشروط في الاتفاقية، نذهب لتحت بعد نأشر هذا ونعمل له نكست. بعدين نعمل له نكست ننتظر جينا رسالة التحقق. طبعا رسالة التحقق، قبل رسالة التحقق في هذا لغز هنا لازم نحله، لازم كما تشاهدون اللغز هذا ستارت، نعمل هنا ستارت، بعدين يجينا لغز، لازم نسحب السهم للمكان الموجود المحدد فيه في نفس الصورة. كما تشاهدون هنا عندي هذه الصورة تظهر الآن، هذه الصورة عندي هنا المثلث، لازم اسحب المثلث هذا. بعد ذلك اعمل هو من نفسه يمشي، اعمل هنا ستارت. كما تشاهدون هنا تظهر لي، بعدين يجينا رسالة التحقق. طبعا رسالة التحقق ما ظهرت لي الا بعد 3 محاولات، حاولت المرة الأولى، حاولت اتصال، حاولت مرة ثالثة وجات الرسالة. كما تشاهدون بعدين هذه المحاولة الثانية والمحاولة الثالثة، برضو كانت المحاولة الثانية اتصال والمحاولة الثالثة رسالة. بعد المحاولة الثالثة جتني الرسالة، بعد ما جتني الرسالة عملت الرقم هنا. في عدة مرات جتني الرسالة وعملت الرقم هنا وعملت نكست ما مشي، وقف هنا. في بعض المرات وصلت لهنا عملت الرقم الذي هو موجود في الرسالة وعملت نكست ومشي. هذه المرة كما تشاهدون عمل نكست، انتظر طبعا لا استعجل لأنه أحيانا يكون معلق ولا أحيانا يكون الاتصال فيه صعوبة. كما تشاهدون بعد ما عملت نكست انتظرت لبضع دقائق، بعد ذلك فتح لي مباشرة. هنا كما تشاهدون أنا اختصرت الفيديو، الآن فتح الحساب طبيعي. هنا عندي أوكي، أعمل موافقة على هذه فند فريند، بعد ذلك هنا ألوز أعمل له سماح الوصول لجهة الاتصال. بعد ذلك كما تشاهدون جيني هنا بعض الخيارات، أعمل له موافق وأعمل نكست. كما تشاهدون الآن يتحمل لأنه متصفح النت ثقل شوية. هنا أعمل نكست، بعد ذلك أعمل موافقة هنا أعمل نكست، بعد ذلك هنا موافقة برضو أعمل نكست. الآن فتح طبيعي، الآن أستطيع الذهاب إلى نفس هنا أعمل نكست، أذهب إلى الإعدادات وأقوم بتغيير اللغة العربية أو أي لغة أريدها. كما تشاهدون إذا ذهبت للإعدادات هنا عندي، هنا عندي ستينج، هنا بعد ذلك جنرال، هنا جنرال أدخل على الجنرال، بعد ذلك هنا عندي في الجنرال في اللينجويج، هنا اللينجويج أدخل عليه وأقوم باختيار اللغة العربية. بعد ذلك الآن اشتغل عندي طبيعي ما في أي مشكلة.